تفضل يا علي. لا تفضلك. مرت مع واحد من الشباب في مهيله، دقت عليه امه ونافخ، قال ما في ما ادري ايش، كل يوم انا طبعا هو من غيره اللي ما تقول اخوانه خمسه هو سادسهم، قال كل يوم تدقين علي ما في الا انا ما ادري ايش يقول واطرح اليد واقوم اخليه. قلت والله انا قطعت بيني وبينك، في الواحد اذا دقت عليه امه ولا ابوه ولا يدقون عليك من مياله من بين اخوانك كلهم، ما ايه احمد ربك. الواحد يفرح اذا امه ولا ابوه دق عليهم بين اخوانه، خاصه ادري انهم يحبونك يمنون عليك، كلمك ابوك ناقصه دراهم ولا شيء من بين اخوانك، فاحمد ربك انه كلمك انه يمنون عليك. الله يجزاك، هذا اللي عندي سلامتك. الله يجزاك، الله يجزاك. نواف، والله في نصيحه انا منتظم عليها اللهم لك الحمد يمكن 4 سنوات، وقالها مهد الاخوي اول ما دخلنا البرنامج، بس ابغى اذكر بها، هي آية كرسي بعد كل صلاه، لا يحول بينك وبين الجنه الا الموت. الله، كل ما تصلي اقرا اذكارك، بعضهم مستعجل، اقل لها آية كرسي هذه قد هي اسهل شيء واجرها عظيم، بينك وبين الجنه، بينك وبين الجنه الموت، يعني لا قدر الله موت ان شاء الله في الجنه. الله يجزاك، الله يجزاك. انا والله عندي نصيحه، وانا اقل واحد فيكم، لكن انصح كل واحد منكم انه يصنع التفاؤل في نفسه وفي اللي حوله. الله، لازم الواحد يكون متفائل بالله سبحانه وتعالى، متفائل باللي عنده واللي حوله، فروح التفاؤل تراها، التفاؤل تراها زينه، تلقى روحك تلقى نفسك تبدع في المكان اللي انت جيت فيه، سواء في برنامج ولا برا برنامج، في اي شيء تسويه، وبعد اتكل على الله سبحانه وتعالى. انا عندي حصن عبدي. الله يجزاك. دفع قد اللي يقدر ولا حل يقدر مش فاهم. علي روح. ماك طابعي. علي. بجيك. انا بتكلم عن شيء غير فيني، انا يسعد بن فيصل. وانا ما اتكلم عن شيء الا بتجربه، صح لما قال شيء في الدين ما يحتاج نقول احنا جربناه. نعم صح. شيء لله سبحانه. الله، لكن انا اتكلم عن تجربه فعلا. الوتر من يوم مسكت الوتر غيرت حياتي لافضل. تكلمت كذا يوم مع امام مسجد. انت تعطيني حجار وانا بعطيك تمره. قال انت الحين جيت تشكيلي صح؟ عن مشكلتك هذه صح؟ انت وش تبي تكون وش يعني؟ قال ليش ما تخلي شكواك لله سبحانه؟ هو اللي بيدبرك. الله، يقول عط انت مثل ما تشكي لاحد اشكي لله سبحانه، لله المثل الاعلى. يقول اجي تدعي ادعك فعلا انك باسلوبك اللي عندك، اسلوبك اللي عندك، لا تقول يبي له ترتيب، باسلوبك قول يا الله من اللي سواك حتى يرزقني. ايه فضفض مثل ما قال نواف، كانك تفضل شخص ولله المثل الاعلى، فضل لله سبحانه، قول يا رب من اللي سواك، من اللي سواك حتى يرزقني، من اللي سواك حتى يحفظني، من اللي سواك حتى يوفقني، وادع بدعواتك. والله هذا انا انت بديت باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ونسبه. انا عندي قصه اذا تسمحوا لي، ماني ماخذ دقيقه الا دقيقتين. خذ راحتك. طلع ماركم الصحابي جليبيب رضي الله عنه، هذا الرسول كل دخل المسجد ولقى هدومه ولقاه منسدح في المسجد، بجيبها على طريقتنا احنا بلهجتنا القصه عشان الجمهور يتحمس فيها ويهتم. سأل الرسول قال هذا من النائم اللي هنا؟ قال هذا جليبيب. قال امن بيت يملكه؟ قال لا، فقير يعني جليبيب رضي الله عنه. تركه الرسول. جاه اليوم الثاني قال جليبيب لا تتزوج؟ قال ومن يزوجني يا رسول الله؟ ابتسم الرسول وراح. جاء اليوم الثاني قال ألا تتزوج يا جليبيب؟ قال ومن يزوجني يا رسول الله؟ تركها ابتسم وراح اللهم صل وسلم عليه. جاء اليوم الثالث قال ألا تتزوج يا جليبيب؟ قال ومن يزوجني يا رسول الله؟ لا بيت لا مال ولا تلد ولا بيت. قال انا ازوجك، اذهب الى المنزل البيت الفلاني ودق عليهم، قال انا مرسول من الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. راح جليبيب رضي الله عنه ودق عليهم الباب. لقى الام ولقى الاب، قال انا مرسول لكم من الرسول صلى الله عليه وسلم انكم تزوجوني بنتكم، هم من ذوي حسب ونسب. الاب انصدم، يعني مرسول من الرسول ما قال شيء. طلعت الام ورفضت. قالت كيف نزوجك وانت لا بيت ولا مال ولا تملك شيء معك؟ البنت كانت تسمع رضي الله عنها، اطلعت قالت لا تخافون الله ترفضون عريسا مرسله رسول الله، زوجا مرسله رسول الله، بل قبلت به.
سبحان الله فقبلت فيه، قالت هذا مرسول من الرسول صلى الله عليه وسلم بقبل فيه. المهم تقبل فيه ويتزوجه في اليوم نفسه، ويتزوج يوم تزوج يوم خلص الزواج وقد صار مع زوجته إلا منادي الجهاد ينادي، افطلع للجهاد وهو رضي الله عنه. المهم انتهت المعركة وانتصروا المسلمين، تعرف بعد كل معركة يتفقدون الشهداء، وكل اللي يدور يعني رفيقه ولا ولده ولا أخوه ولا أبوه، كل اللي يدور شاف الصحابة الرسول يدور، قالوا وش فيك يا رسول الله؟ قال ألا تفتقدون أحد؟ قالوا لا يا رسول الله ما فقدنا أحد. أنت فقدت أحد يا رسول الله؟ قال نعم أنا فقدت حبيبي جليبيب رضي الله عنه. والمهم يدورون ويلقاه الرسول اللهم صل وسلم عليه إلا هو مستشهد جليبيب رضي الله عنه، وبكى عليه الرسول اللهم صل وسلم عليه، شله وحطه على فخذه وبكى الرسول اللهم صل وسلم عليه. يعني سبحان الله يعني الواحد ما يقطع الأمل من الله سبحانه. جليبيب ما كان يملك شيء، تزوج في اليوم نفسه واستشهد في اليوم نفسه. هذه قصة بسيطة حبيت إني أقولها. والله صل وسلم على سيدنا محمد وجزا الله خير راعي الفكرة، هذه من الجلسات اللي نستفيد منها والله العظيم. الله يطول عمرك. إيه. جليبيب هل هو من الصحابة ولا من التابعين؟ لا من الصحابة. الصحابة وكاد؟ إيه القصة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد. مع الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. في قصة. جزاك الله خير. سعد ليش ما الله مدري جليبيب ولا؟ جزاك الله خير على كل حال. جزاك الله خير. إذا على كل حال ترى احنا هنا يعني عرضين الأخطاء، لا احنا بعلماء ولا احنا فقهاء. صحيح. إنسان يمكن يسمع قصة يلتبس عليه شيء أو اسم يركب على اسم. صحيح. نتمنى من حتى نتمنى حتى من المشاهد يسمع خطأ وكذا يبحث عنه ويعذر يعذرنا ويعدل. احنا لأن الإنسان اللي مو على الشاشة يخطي ما حد يدري عنه، لكن اللي على الشاشة يخطي ومحسوب عليه، يقول اني متعمد يخطي او انه لا تراها يلتبس قصه مع قصه كلمه مع كلمه اسم مع اسم. الله الله. عشان كذا يوم اقول لك لازم عندنا تحضير مرجع وتحضير. اي جزاك الله. لا في كتب. انا قلت اجيبك في كتب وفي في كتب. لا شوف الكتب يعني اللي تخصص في الانبياء مثلا ما تقول قصه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذات، ولا ترى حتى في السيره، في سيره الصحابه المشايخ ترى يقولوا توسع في سيره الصحابه، حتى بعض السيره حديثها ضعيف روايتها ضعيفه يتجاوزون، لان السيره لو تحصر على الحديث الصحيح ما تقدر. راح الظاهر حديث يا ابو دويحس عن عمر رضي الله عنه صحيح لي او لا؟ انه قال لابو هريره رضي الله عنه لا تكثر من الاحاديث حتى لا تخالط مع بعض يعني لا تخالط مع بعضها ويضعون المسلمين يعني. الله هو الصحابه رضي الله عنهم وكذلك البخاري والمسلم والعلماء يحرصون على الحديث المجيد لا صحيح. صحيح، لكن حتى لو جاء حديث فيه ضعف او كذا ياخذ به في فضائل الاعمال. صحيح. الحديث اللي فيه ضعيف فيه ضعف ياخذ به في فضائل الاعمال في فضل كذا، اما اللي فيها حكم لا ما ياخذون الا صحيح. والله شوف انا كنت بقول لكم